شاركت الحمد لله مع موهبة في 15 مسابقة عالمية، فزت في 14 منها بجوائز، منها ذهبيات وفضيات وبرونزيات. بدأت على مستوى المملكة التدريبي في عام 2014. أول مسابقة لي كانت في عام 2018 بعد 4 سنوات، وبعدها بدأت المسابقات تكثر، بدأت الدرجات تعلى الحمد لله. طبعا في البداية أهلي كان لهم دور مرة كبير، هم لاحظوا من يوم ما كنت صغير أن أنا الحمد لله عندي موهبة في الرياضيات، وكانوا قاعدين ينموها ويحاولوا يدربوني على أشياء متقدمة على المدرسة. بعدين كان في الأستاذ وليد الجابري جزاه الله خير، جمع نخبة الطلاب من مكة وسوى لهم تدريب خاص، هو كان مشرف عليه وهو كان مدربنا، وله الفضل بعد الله سبحانه وتعالى بنجاح معظم طلاب مكة. وبعدين انتقلت إلى التدريب مع مؤسسة موهبة، ومن ذاك الوقت مر علي مدربين مرة كثيرين، طبعا أدين بالفضل لهم كلهم، ولإدارة موهبة وإدارة التعليم أيضا كان لها دور كبير. لما بدأت كانت بالنسبة لي أول مرة أخش في منافسة تتحداني بشكل كبير. كنت في المدرسة أعتبر مميز وباقي الطلاب أقل شوية. يوم دخلت الأولمبياد وجدت أن كل الناس مميزين هناك، والواحد عشان يتفوق عليهم لازم يبذل جهد فوق العادي. المنافسة كانت صعبة في البداية طبعا، بس أنا الحمد لله قدرت أني أشد حيلي وأجتهد، والآن أنا أعتبر عضو في الفريق السعودي، يعني واحد من أحسن 6 طلاب في الرياضيات في المملكة. رحلتي الطويلة أقدر أقول له أنه أي شخص ممكن يكون ناجح إذا كان مستعد أن يدفع ثمن هذا النجاح. فأقول له أنه المشوار طويل بس ما هو صعب ولا هو مستحيل، يعني أي واحد إذا قاعد يشتغل على نفسه ويشوف نقاط ضعفه ويقويها ويتدرب ويحل مسائل كثيرة فحيوصل بإذن الله. هو أهم شيء الشغف وأنه يستمر وما يوقف. طبعا الثمن كان معظم اللي هو الجد والاجتهاد وحل المسائل، هذه تأخذ وقت مرة طويل، فالثمن بشكل أساسي حيكون الوقت والجهد، والوقت عشان ما يتعارض مع المدرسة يكون معظمه في الإجازات، فهذه تكون صعبة شوية، بس الحمد لله قدرنا أن نتحمل ونتجاوزها. الرياضيات كانت عندي شغف حتى قبل ما أدخل للأولمبياد، ولكن لما وصلت لهناك الصراحة الجو اللي كان هناك في المعسكرات التدريبية ما كان جو كئيب ومنفر، كان جو جدا مشجع وبيئة محمسة، والطلاب اللي معايا كانوا طلاب طيبين. فيوم أروح هناك أنا ما أروح هناك كواحد قاعد يؤدي وظيفة يبغى ينتهي منها، كنت هناك أستمتع في المعسكرات سواء في حل المسائل أو حتى خارج ساعات التدريب، كان الوقت ممتع كمان. فبالنسبة لي ما كانت إجازة قاعدة تضيع، كانت إجازة قاعدة تستثمر. طبعاً أولمبياد الرياضيات الدولي هو أكبر فعالية للرياضيات على مستوى العالم، تشارك فيها أكثر من 100 دولة، وإحنا الآن وصلنا للمراحل النهائية في الاستعداد، والمعنويات جداً عالية والفريق قوي جداً ومعظمه عنده خبرة كثيرة في مسابقات سابقة، فبإذن الله حنحقق إنجاز مرة كبير في الأولمبياد الجاي، والوعد في المسابقة في النرويج إن شاء الله. بحكم أني قعدت مع الأولمبياد فترة جدا طويلة ففي مواقف كثيرة مرت علي، بس أبرز شيء اللي دائما أفكر فيه هو مقدار التغيير اللي صار فيه بين ما يوم أول ما دخلت وبين الآن، قديش شخصيتي اختلفت، قديش قدرت أني أطور من نفسي، قديش غير المادة العلمية صرت أفضل كشخص كإنسان، صرت أقدر أني أتكلم في لقاء زي هذا وأنا مرتاح، صرت أقدر أني أعتمد على نفسي كيف أنظم يومي. وغير كذا تجربة أن الواحد يروح مسابقة زي أول مسابقة لي مثلا في عام 2018 كانت في اليونان، الشعور اللي حسيته يوم قالوا اسمي ورحت المسرح وأخذت الميدالية ورفعت العلم كان شعور لا يوصف صراحة، كانت أول مرة أحس فيه ومن يومها إلى الآن ما نسيته. بإذن الله في أولمبياد الرياضيات القادم أطمح أني أحقق أول ميدالية ذهبية للمملكة العربية السعودية في أولمبياد دولي، هذه حتى الآن ما قد حققناها في أولمبياد الدولي، قد حققناها في مسابقات أقل، فبإذن الله هذه تكون أول ذهبية للسعودية.